ايه هو الشمول المالي؟ معنى الشمول المالي ايه؟ الخدمات اللي بتقدمها البنوك في الشمول المالي، طبعا خدمات معظمها بيبقى مجاني، في بعض بينتهز فرصة الشمول المالي. البعض من حضراتكم سألنا لما يكون في موسم للشمول المالي، قولوا لنا هو فعلا بدأ الموسم، هو اسبوعين بيبدأ من 1/8 حتى 15/8 او من 1 اغسطس حتى 15 اغسطس، وده بمناسبة اليوم العالمي للشباب. البنوك بتقدم خدمات متنوعة تحت مظلة الشمول المالي. في الحلقة دي هنتكلم على الشمول المالي، ايه هو الشمول المالي، هنعرض على حضراتكم ورقة يعرفنا ايه هو الشمول المالي، وبعدين نقول ايه هي اهم الخدمات اللي هتقدمها البنوك. طبعا الموضوع ده تقريبا في معظم البنوك المصرية. بنذكر حضراتكم اللي ما اشتركش يشترك، يفعل خاصية الجرس، يشارك الاصدقاء لتعميم الفايدة، وتعالوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي قناة صباح البنوك. الشمول المالي دي البنوك بتقدم فيها خدمات مجانية، سواء كفتح حساب أو خدمات البطالة المدفوعة مقدما وغيره من الخدمات اللي هنتكلم عنها ونعرضها سريعا كده. ايه هو الشمول المالي؟ هتظهر على حضراتكم ورقة دلوقتي، هنعرضها مع بعض ونشوف ايه هو الشمول المالي. احنا بنقدم الورقة دي عشان خاطر يبقى عندنا ثقافة حوالين قصة الشمول المالي واهميته، وليه العالم كله متجه لموضوع الشمول المالي. تعالوا معانا كده نستعرض الورقة. ماذا يعني الشمول المالي؟ الشمول المالي بيعني كل فرد أو مؤسسة من حقه إن هو يحصل على الخدمات والمنتجات المالية اللي بتناسب احتياجاته. زي إيه الخدمات المالية؟ زي حسابات التوفير، الحسابات الجارية، زي خدمات الدفع والتحويل، التأمين والتمويل والائتمان وغيره من الخدمات، زي تمويل متناهي الصغر، زي التمويل العقاري، كلها دي خدمات مالية. الخدمات المالية دي مظلة تحتها الخدمات المصرفية والخدمات غير المصرفية. الخدمات غير المصرفية على فكرة متنوعة وكتيرة جدا، زي التأجير التمويلي، زي التمويل العقاري، زي التمويل متناهي الصغر وغيره من موضوع التمويلات اللي موجودة تحت مظلة الغير مصرفي. المنتجات والخدمات لازم تقدم من خلال القنوات الشرعية زي البنوك، البريد، الجمعيات الأهلية، شركات التمويل العقاري. ليه الكلام ده؟ لأن بتخضع تحت هيئات رقابية. البنوك تخضع تحت هيئة رقابية اللي هو البنك المركزي، الغير مصرفية بيخضع تحت الهيئة العامة للرقابة المالية، البريد بيخضع تحت هيئة الدولة وغيره من هيئات شرعية، ان لو اي حد تعرض لأي مشكلة يلاقي حد يقدر يروح له ويقول له انا تعرضت لهذه المشكلة. والمنتجات والخدمات دي لازم تبقى اسعارها مناسبة وسهل الحصول عليها وتراعي حقوق المساهمين، وعاوزين نحط تحت حقوق المساهمين خطين لان احنا هنتكلم عنهم بعد دقائق. ليه طب قصة الشمول المالي دي؟ علشان الكل يبقى عنده فرصة مناسبة لإدارة أمواله ومدخراته واحتياجاته بشكل سليم وآمن، وعدم اللجوء لوسائل غير رسمية، وأيضا يحصل على التمويل. وحضراتكم كلكم متابعين قصص المستريح اللي بينصب على الناس بمنتهى السهولة والبساطة، مجرد بس عنصر الثقة ان هو طمعه مرة واثنين وثلاثة، فبيبدأ هو يحط كل فلوسه بتوصل لملايين من الجنيهات. قصة المستريح حضراتكم سمعتوا عنها كتير، بيطمعك في العائد العالي، بيطمعك في حاجات كتيرة، وانت تجري وترمي كل اللي عندك، وفي الآخر ما نلاقيش الراجل ده أو نلاقيه دخل السجن. فنخلي بالنا من الموضوعات دي، ودايما نلجأ في موضوع مدخراتنا أو استثماراتنا لقنوات شرعية علشان ما نتعرضش لأي عمليات نصب. أهمية الشمول المالي، الشمول المالي بيحقق لي النمو الاقتصادي، بيحقق لي الاستقرار المالي، وبيرفع من مستوى المعيشة، وبيهتم بالشرائح المختلفة. ولما نيجي نتكلم على مستوى المعيشة، حضراتكم لو شفتوا اللي بياخدوا قروض متناهية الصغر، ازاي ان هو بيقدر يوسع نشاطه، ازاي ان هو بيقدر يشتغل من خلال القرض متناهي الصغر، وفي حالات كتيرة حققت نجاح. وبدل ما كان القرض في الأول 2000 جنيه دلوقتي بياخد ما شاء الله قرض 250,000 جنيه، وداخل على مرحلة المليون جنيه، لأنه بدأ ركز في نشاطه، ركز في الشغلانة اللي بيعملها، قدر إن هو يوسع الشغلانة وينجح واحدة واحدة. في نماذج كتيرة كده، وأيضا في نماذج فشلت لأنها ما عرفتش تدير أموالها. المهم إن
كل شرائح المجتمع يكون عندها القدرة إن هي تحصل على الخدمات المالية والمصرفية وتبدأ تتعامل وتبدأ إن هي تحصل على التمويل المناسب طبعاً. مع وضع في الاعتبار إن أي تمويل يعني البنك بيديك فلوس وهي فلوس العملاء مش فلوس المساهمين ولا فلوس الموظفين اللي داخل البنك، دي فلوس عملاء يعني فلوس ناس تانية حطها عشان خاطر تاخد عائد عليها، وبالتالي البنوك أو شركات التمويل لازم تحط قواعد للمنح، القواعد دي ما ينفعش تتكسر لأنها لو اتكسرت معناها إن البنك هيخسر الفلوس ولو خسر الفلوس معناها إن شركات التمويل دي هتخسر والناس اللي هي حاطة فلوس هتخسر، فلازم عملية القواعد في منح الائتمان، القواعد في منح التمويل، القواعد في منح التمويل، حماية المستهلك، حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة والخدمات والمنتجات بسهولة وتكلفة مناسبة وتزويد العميل بالمعلومات اللازمة في كل مراحل تعاملهم مع مقدمي الخدمات المالية والاهتمام بشكوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية وتوفير الخدمات الاستشارية لو احتاج ليها. المهم ان كل اللي بيقدم خدمات ومنتجات مالية سواء كان بنوك او شركات تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية او تحت مظلة البنك المركزي المصري، كل دي حاجات بتقدم خدمات تحت مظلة القانون، بيطوروا من الخدمات والمنتجات اللي بيقدموها للعملاء سواء كان منتج ادخاري او تمويلي او تأميني او تأجير تمويلي او تمويل عقاري، وخدمات كتيرة جدا تقع تحت مظلة المالية بنستعرضها لحضراتكم في حلقات اخرى. دور الدولة والبنوك ايه هي عملية التثقيف والتوعية المالية، ودور نحن كمجتمع مدني ايضا بنساهم من خلال قناة صباح البنوك في عملية التوعية والتثقيف، لكن احنا مركزين اكتر على القطاع المصرفي، وان شاء الله القناة التانية بنركز على القطاع غير المصرفي فيما يتعلق بسمينها الشمول، فيما يتعلق باي شيء بعيدا عن البنوك. طب ايه اللي بتقدمه البنوك في موسم الشمول المالي؟ موسم الشمول المالي ده بيتكرر تقريبا في مصر 4 مرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم العالمي للشباب، اليوم العالمي للادخار، الشمول المالي، فبيتكرر تقريبا 4 مرات، واحنا حاليا في موسم ايضا للشمول المالي اللي هو اليوم الدولي للشباب اللي هو من 1 اغسطس حتى 15 اغسطس. البنوك بتقدم ايه؟ البنوك بتقدم فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف فتح الحساب وبدون حد ادنى لفتح الحساب. البنوك بتتحمل مصاريف الدمغه اللازمه لفتح الحسابات، اصدار البطاقات ميزه مجاني اللي هي بطاقات الخصم، البطاقه المدفوعه مقدما مجاني، طبعا بتفتح حساب للشباب من سن 16 سنه ل 21 سنه مجاني، والتمتع بخدمات الموبايل البنكي والانترنت البنكي مجاني، والحصول على المحفظه الالكترونيه مجاني، والعديد من العروض والخدمات اللي بتقدمها البنوك وبتعمل حملات مخصوصه لكده. ايه البنوك المشاركه؟ كل البنوك تقريبا مشاركه، يعني عندنا بنك القاهره، اي بنك، بنك التعمير والاسكان، بنك قناه السويس، بنك قطر الوطني، البنك الزراعي، البنك الاهلي، بنك مصر، غيره من البنوك، تقريبا معظم البنوك مشاركه، واحنا ان شاء الله هنعرض حلقات عن البنوك المشاركه. في النهاية الشمول المالي دي مواسم البنوك بتطرح فيها خدمات مجانية بتقدمها للعملاء لجذب العملاء للقطاع المصرفي، بحيث ان العميل او الشركة او المؤسسة تستفيد من الخدمات والمنتجات اللي بتقدمها البنوك وايضا اللي بتقدمها الشركات، بحيث ان العميل يستفيد من المنتجات والخدمات، وزي ما شرحنا لحضراتكم موضوع الشمول المالي بكل التفاصيل. نشكركم، ما تنسوش تشتركوا وشاركوا أصدقائكم وتفعلوا خاصية الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك.
ايه هو موضوع اليوم الدولي للشباب؟ لو دخلت حضرتك على موقع الامم المتحدة هتلاقي ان مجموعة من الشباب اجتمعوا في 1991 وقرروا ان هم يعملوا يوم دولي للشباب، الهدف منه هو التركيز على قضايا الشباب وما يحتاجه الشباب خلال اليوم ده، وتم اقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة ان يكون يوم 12 اغسطس من كل عام.